السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاك القناه يوميات المنتجة. فين احنا كده؟ فين جولتنا النهاردة؟ احنا الاول محافظة اسكندرية في العجمي شارع الهنوبيلي الرئيسي، وجولتنا النهاردة في شارع ابو بكر في السديد. احنا كده في الهنوبيلي الرئيسي زي ما اتفقنا. هيبقى الناحية التانية كده في شارع جابر حاطي، على الناحية دي كده بيتفرج كده الشارع. بسم الله عدل كده. طبعا شارع مكتوب مني طلبتكم اوامر، بس عايزه بقى تشجيع اكتر من كده. كده حبايبنا اللي بيقولوا ما بنصورش الا في البطاش، بس ادي كده شوارع الهنوبيل. كده كذا جوله ما شاء الله في شارع الهنوبيل. هو لسه في جولات تاني مطلوبه في شارع الهنوبيل، ان شاء الله نعملها برده، بس عايزه تشجيعكم. الشارع اللي في وشنا الناحية التانية ده جابر حافظ. نودي كده الشارع، نعدي كده نودي كده كده. احنا في الشارع بسم الله. شارع ابو بكر، الشارع ما شاء الله كله حركة. طبعا خطوه كمان من الرئيسي، يعني قريب منه جدا. تفرع كده من الرئيسي على طول. شارع عادي وفي نفس الوقت الخدمات كلها موجوده فيه. يعني احنا لو بصينا كده بصوا، احنا لسه عشان بس بصور بدري لسه المحلات مقفوله، بس باين ان الشارع كله حركه. ايه هي اسعار الشقق هنا؟ بص عشان نبقوا متفقين، مفيش حاجه في العجمي اسمها اقل من 200,000 الا اذا كان في الجنب القبلي في اماكن معينه، عشان ما ادكوش. بص ده كده شارع متفرع منه، عشان ما ادكوش سعر. دي كده مدارس النقطه للمتفوقين كده اهي. بس كده ما شاء الله اوائل الصف الثاني الثانوي ما شاء الله. كده طب كده احنا بنطلع على فين؟ احنا ماشيين مع بعض زي ما قلت لكم، انا بستكشف معاكم بالاخص في شوارع الهانوفيل، بستكشف معاكم. طبعا لاني اعرف اكتر في شوارع البيطاش، انه من البيطاش شوارع الهانوفيل انا بستكشف معاكم. هنجي بس كده ما شاء الله الشارع كده مليان مدارس خاصة. دي المدريان الخاصة،
كده. ده كده شارع متفرع اسمه شارع الحاج يوسف محمد الطلخوب. ندخل كده منه، واحنا كده خلاص في اواخر الشارع، فتعالوا ندخل من هنا شارع الحاج يوسف محمد الطلخوب. مش بقول لكم بستكشف معاكم. شوف كده الشارع كده، تعال خلينا كده احسن، شوف كده يطلعنا على فين. نمشي في الضلة هنا كده شوية عشان بصراحة الجو صعب جدا. أحلى حاجة لما بتطلب مني جولة في الهنوفيل ببقى مش عارفة الشارع فين، ببقى بجد فرحانة أكتر عشان استكشف معاكم. بصوا كده بطلع على الهانوفيل الرئيسي وكده بكمل. طب نشوف شارع ايه ده كده. الشارع طلعني بقى على شارع ورشة البلاط. شارع زحمة جدا زي ما شايفين كده، ورشة البلاط كده بقى بنكمل على الهانوفيل الرئيسي. احنا كده طلعنا على ورشة البلاط وكده بنكمل على الهانوفيل الرئيسي.